السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين دخلوا على خير في احسن الاحوال، وحتى خوتي الدراري. عندي اختي باقي الله بديت اختي، علاش الشيطان هي اللي صرا كتحك فيا؟ واخا هكاك غنبوسك اتمنى هذا ما وقع لي. قلت لك ما مسالياش. لا واحد الحاجه البنات وهي المهمات مقلقين منها، خلاو لي كومونتيرات. قال لي بنتي ساره ما بقيتيش كتسلمي علينا. هنا خالتي بوسه كبيره في راسك وفي يديك وفي رجيلاتك، البركه ديال الدار ديالنا. علاش ما غاداش نسلم عليك؟ راك غير راك عارفه خالتي، غير ديبريسيون من حاجه لحاجه. الله يعفو الله يستر. شوفي انت وبركه من التعاليق الخايبه حبسي اختي اللي فيك ما مهنيك، ديما داكشي اللي داخل كتخرجي. قبل كيف ما كتعرفوا البنات هنا زدت الدم فيا، فقر الدم الحاد وزادوا لي الدم. غدا ان شاء الله غادي ندير العمليه ديال القلب باش يصلحوا لي العريقات ان شاء الله. هو قبل البنات، قبل ما ندخل في الموضوع، بغيت نعزي الشعب التركي والشعب السوري فلسطين والاردن. كنقول لهم تعازي الحاره اليوم البنات، والله يشافي الناس الجرحى، لان البنات صراحه قلوبنا طاب. هذاك الشيء اللي شفنا لا اله الا الله محمد رسول الله. الرسول عليه الصلاه والسلام قال البنات من علامات الساعه كثره الزلازل. فنحاولوا نراجعوا نفسنا، والله يلطف بينا يا ربي. راه كاينين خسائر ارواح بشريه بزاف، ماديه، سبيطارات عمرو محتاجين مساعده. يا ربي حنا نقدروا، حنا ما بيدنا ما نديروا سوى الدعاء اليوم. ما تعرفوش البنات دعوه من اللي غدا توصل دوك الناس. حقيقه والله الا قلوبنا دم تاع الله يلطف، الله يلطف، الله يلطف، الله يبعد، الله يحد البال. البنات كتشوفوا العام اللي فات كورونا، هاد العام كثرت الزلازل. يعني الله سبحانه وتعالى راه قال في كتابه العادل، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقال. عرفتوا البنات راه في لحظه، في لحظه وحده يتسوى كل شيء. غنكونوا من كان 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 ما عرفنا عند من. وبالخصوص هاد بالخصوص انا بعدا ميته بالخلعه، ملي قالوا غادي يضرب الزلزال في الجزائر ولا ضرب في الجزائر غادي يقيس المغرب. حنا هاد البناء ديال السكن الاقتصادي مشقق راسو براسو، كضرب رعده في البحر كتبان لك مشينا وجينا. وحق الله العظيم ها البحر اللي ضرب، هاد الرعد اللي ضرب مؤخرا مشينا وجينا. عادي ضرب شي زلزال، داك النهار البنات ضرب في البحر طاح نصف اكادير، مشى نصف اكادير. الرعد ضربات رعده في البحر، ضرب البحر هاج على جامع محمد. هادي رعده الحسن الثاني طيب الله تعالى الله يوليه برحمه الله. الفاد داك السوتيران عمر الطوموبيلات غرقوا، شكون اللي باقي عاقل على هادشي؟ فيا ربي تلطف بينا، يا ربي تلطف. الله سبحانه وتعالى كيبغي يفكرنا به، فالرحمه ديال الله واسعه البنات. قد ما المهم طلبوا نتوما عيالات كبار ولا طلبتوا هادشي، راه الله سبحانه وتعالى يشفع فينا ويشوف فينا ويسمح لينا. راه بصح راه هادشي راه بزاف، ولينا نشوفوا الراجل، المراه كتشبه بالراجل والراجل كيتشبه بالمراه. وبالخصوص في تركيا، مع احترامات الناس ديال تركيا والشعب التركي والمغاربه اللي كاينين تما، الله يشوف فيكم ويشوف من حالكم يا سيدي ربي. والله الا تقلبنا معاكم وكنتعاو معاكم. وبالخصوص كتبقى فيا بزاف صاحبتي الدنيا، مربيه قطيطات وما قدرتش تجي على قبل دوك القطوط، وكتبقى تشارك معايا المعاناه ديالها. اطيب خلق الله سبحان الله، اطيب انسانه. الله يعمرها دار، الله يسهل عليها، الله يدير لها مخرج. البنات كنتمنى من كل شيء الدعم على الشعب السوري الفلسطيني التركي الاردن. كنتمنى البنات الدعم معاهم، حنا باش غنعاونوهم غير بالدعاء. كثر هادشي بزاف، كثر كثر. والامات ما تشوف في بنتها، والوالدين ما يشوفوا في ولادهم، والوالدين الاولاد ما يشوفوا في والديهم. الاخوت مع خوتهم، الورد الطمع هذا عماتهم الدنيا، كلشي عمات الدنيا. ونساو كيفاش تزادينا، راه تزادينا عريانين، راه تزادينا. الله سبحانه وتعالى غادي نرجعوا للتراب. شاف فينا الله بكتانا بيضاء سترنا، اش غندو معنا الشبر؟ سعداتك فاعل خير.
وكنبقاو نضلو نكذبو نعاودو نكذبو اش غنديو معانا والو غير كنتقلو في هاد الاكتفاء ولينا مايلين اش غادي نديو معانا السحور فلان سحر فلان فلان دار راس طاف فلان هذا شدي معاك القيل والقاع اش شدي معاك السرقه اش شدي معاك الطمع اش غادي دي معاك العمى والعينين اش شدي معاك التنافيق وعرفتي شنو هي المنافقون هي البنات صوره المنافق راه طول من صوره الكافر الله الله سبحانه وتعالى دار صوره المنافقين كثار من صوره الكافر تنافقك حبيبتي اختي وفي اللور كتعطي لك كامل تخشيتك اش يقولوا لي صفود تعطي لك كامل من اللور تخرج لك من قلبك كنت عارفه الدقه ملي كتجيك والله العظيم تما حنايا كنمشيو غير بنيتنا والله القسم حتى كنمشيو غير بنيتنا والله سبحانه وتعالى خلصنا على قد نيه قانعين شابعين الحمد لله وشكرا شالنا التقله واخبيز واخبيز واتاي ياكي وشفتي وشوفتي في الدنيا الله يجعل البركه انا اللي كتشوفوا فيا دابا راه بحال عندي 88 عام يعني شفت وليت بغيت نكبر غير وليداتي ونوصلهم ويديروا مستقبلهم وصافي ونشد صلاه ونصلي وهذا علاش حيت الواحد كيبغي يشوف ولادو ما حسن منه كيبغي يشوف ولادو حسن منه غاديين يعني كيبغي يشوفهم في اعلى المراتب يعني ولادو اللي كيهزو به يعني كيشوف ولادو حسن منه ماشي هذا فداك الشيء علاش غادي نقول لكم الله يهدي ما خلق والله يصاوب والله يخلصنا على قد نيتنا ودعيو معايا البنات غدا ان شاء الله عندي العمليه والله العظيم نشوفو بقاو شدي العينين العينين ديالي فتو لي بالبكا ما كاين غير البكا 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 غادي نديرها في لاكلينيك في المدينه المهم ما كاينش نجبدو السميه ديال لاكلينيك اللي غادي نديرها فيها صافي ان شاء الله كلشي غيدوز بخير عندي مشكل ديال لاطونسيون محنان يا البنات ما عرفتش شنو ندير لها كطلع ليا وليت واحد جوج ثلاثه كدور ليا النقشه كطلع ليا لاطونسيون 18 والله العظيم 18 اش غادي نقول لكم البارح شنو وقع ليا هانتوما خارجه دايره الثقه في واحد خدمة مشات معايا نتقدى دوك المنتوجات ديال دي اكس ان دابا نشاركم معاكم البنات الى حقيقه الى وافقوني انا باقي الله جربت البارح واليوم الى وافقوني ان شاء الله غنبقى نشارككم نشارك معاكم شنو خديت باش حتى نتوما تستافدوا واخا خديت صابونه وخديت هذاك شجره الشاي بوماده ديال شجره الشاي واعره انا نقول لكم تشريتي معايا شنو وقع ليا وخديت دونتيفريس وخديت القهوه وخديت كوكوزي للدراري باش يفطروا الصباح عرفتوا البنات هذاك دونتيفريس معجون الاسنان واعر مريم فيها البواسر وقالت لي البنت ديال اعزكم الله ديال البواسر البواسر هكا المهم حنا راه مغاربه هضرتنا هي هادي ما عندوش نزوقوا في الهضره كما كنقول لكم هذاك حنايا بالخصوص كازا وهذاك دراوي عاد تنقولوا لي دراوي عزي عنطيز ياك ولا بغيتي تقولها لي في بلاصه اخرى تصميم كان وحنا الا قلنا هكا كتسمى معيوره لا حنا هضرتنا كازا هكا حرشه المهم انا نجيكم من الاخر بواسر اختي عزكم الله دارتها مريم صبحت تقول لي ساره كنحس براسي بخير اقسم بالله العلي العظيم قلت لي كتحس براسها بخير بهذاك دونتيفريس عندها واحد البوطون خرجت لها حبوبه هنا ودارتها طفات ليها راه سبحان الله راه انا مازال ما عارفاش عليه بزاف حتى الا حضرت ليهم شي اجتماع داروا هكا غادي نجي نعاود لكم عليه انا المهم جربته في وجهي هانتوما شوفوا وجهي بانت لي شويه صباح هو غير البارح انا فاش درته في الليل اش غنقول لكم شعلات لي العافيه في وجهي وليت تنغوت بحال تخوي عليا المقاطع وليت كندخل يوتيوب نقلب هذا عرفت هو بحال في اليوم ملي كتاكلي هولز كتبقى تعطيك واحد انتعاش هكا كيوقع لك الوجه ديالك كيحيد الكلف كيحيد انا ما كنديرش اشهار غير كنشارك معكم البنات دي اكس انا ما محتاجاش كاع الاشهار ليا انا بعدا اش غنديروا ليها كيحيد الكلف كيحيد البرص كيخفف كيحد البرص كيحدو كيحيد البهق بمره كيحيد اثار حب الشباب كيحيد كيصفي البشره والبقع الداكنه ودوك لي طرات الكحل
انا ان شاء الله ملي غدا انتم تشوفوا وجهي لون وجهي في شكل والله ما داير عليه شي حاجه ويدي ان شاء الله ملي نشاركوا معكم البنات ملي غدا نشوف لي في دي واحد صابونه خطيره كتخلي لك وجهك كتحسي بيه بحال ديال اللبابي. ما هدرت بزاف سخفت صابونه كتخلي وجه البنات بحال ديال الوليدات الصغار هكا زويون. وان شاء الله ملي غدا نشوف هادشي نشوفو بعدا وافقني وزوين غادي نقولو ليكم. وش كنت باغا ناخذ سبيرولينا ما خديتهاش معانا دابا يلا غادي ندير العمليه داكشي بغيت ماشي نمشي انا ندير العمليه ونشرب شي حاجه تضرني ونقول لا دكتور خديت سبيرولينا وخدي لا ما بغيتش ندير داكشي نسالي بعدا مع الطبيب ونسالي الدواء ديالي والعمليه ديالي وداكشي عاد نشوف هاد سبيرولينا ونشوف شنو غادي دير. هي بعدا كتزيد في الشعر وخا البنات شوفوا شعري طوال لاحظتوها يلا كنت قطعته في شهر 11 كنت قطعته حتى لهنا شوفوا مع داك الوصفه اللي درت البنات ديال الباديان ديال الزعتر الحلبه الخزامه الثومه العرعه الشيح هذو المشتراجين وداك التخبيق كامل اللي درت والله الا طوال ليا ودرته في السبراي هكا هكا كنرش به طوال داكشي يعني طبيعي حتى هو ما غنديرش ليه اشهار حتى انا وليت كتهضري بشحال تقول لك كدير اشهار. ايوا البنات هادشي اللي كاين ان شاء الله ملي غادي نسالي من العمليه وهادشي غادي نشارك معكم هادشي اللي كاين. دعواتكم معايا البنات محتاجه والله العظيم محتاجه الدعاء 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 ديالكم معايا ودعوا مع خوتنا العرب خوتنا المسلمين هادشي اللي واقع لينا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. تفكروا الله ذكروا الله استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله قبل ما تنعسوا كوني اختي مضيه مضيه ومصليه وكلشي وما تخافيش نعسي على جنبك اليمين وشهيدي صافي حتى الا بغات تجي الموت مرحبا بها اللي جات من عند الله مرحبا بها علاش حنا غنحبسوها ما يمكنش يعني غير نعسي على جنبك اليمين وشهيدي الشهاده مزيانه الصلاه مزيانه ويغفر لينا الله انا الله يغفر لي ان شاء الله ندير الحجاب ونتحجب يا ربي باغا ندير الحجاب ما مزيانه في كل شيء خصني ندير الحجاب يا ربي والله يسهل عليا ويخلي لي وليداتي ويخلي لكم وليداتكم ويرجعني عندهم سالمه غالمه باذن الله والله يهدي ما خلق. السلام عليكم تغدي ان شاء الله الى انشوما الى بنت انا غدا الى لحقت لكم فيديو انشو الى لحقت لكم فيديو غدا عرفوني بخير وعلى خير واخا ما لحقتوش بعد غدا عرفوني ما لحقتوش غدا عرفوني عيانه ما لحقتوش بعد غدا نقولوا في فترتنا قهوه وعيانه ما لحقتوش نهار 3 ايام دعوا لي بالرحمه والهدايه وديروا لي اختي السينيال لهاد القناه ولا الفيديوهات ديالي ما يبقاوش يبانوا باش ما نتحركش فينا رجع ننام تيقولوا تيقولوا الفيديوهات حيت انا القناه ديالي ما كاينه عند حتى شي وحده عند اسامه اسامه الا بنت لك خالتي سعيده ماما اسامه الا بنت لك غبرت اصيفط اسامه عند عثمان وادم راه عارفين الكود ديال التليفون يشعل ويحيد لي فيديوهاتي انا علمتك ايوا الله يهدي ما خلق والله يصوب انا الوصيه ديالي حيدوا لي فيديوهاتي والتيك توك حتى هو انا ما كنشطح فيه ما كنغني مازال كندير فيديوهات هكا وكنلصق حاجه مع حاجه شي اغنيه هكا خفيفه ظريفه ما عمرنا بينا شي حاجه ما عمرنا قللنا الحياه عليكم ونتمنى تدعوا معايا بالخير وراه هادشي اللي كاين هي الوصيه ديالي نقولها ونعاودها اخاتي سعيده راكي متبعاني الا مت غتشدي تجي عند عثمان وادم وتجيبي اسامه حيد فيديوهاتي كاملين قبل ما ندفن كاع قبل ما ندفن فيديوهاتي لا في التيك توك ولا في اليوتيوب بغيتهم يحيدوا بمره وانتم دعوا لي بالرحمه هادشي اللي كاين حيت حتى حاجه ما ساهله راه الا مشيتي تحيديها دار صاله ماشي ساهله عاد غادي تبنجي بنج كلي. السلام عليكم وتهلاو في راسكم.